ايه اللي اتغير في النادي الاهلي وخاصه كمان من الارقام، وانت محضر لنا ارقام يعني تسيد النادي الاهلي خاصه في الشوط الثاني؟ طبعا البدايه هي التوقيت، زي ما الكباتن كده قالوا، توقيت الاهداف بيسهل لك كل حاجه. انت النهارده بتختم بجون، بتبتدي زي ما احنا نقول كده قبل ما ننزل من على السلم، شفنا الجون الثالث، الامور بتريحك. اللي حصل ان في تحول كبير جدا حصل في الدقيقه، بنتكلم في الدقائق اللي ما بين الدقيقه 45 للدقيقه 60، الربع ساعه الاولى اللي في الشوط الثاني. ارقام النادي الاهلي في الشوط الاول كانت للامانه صعبه جدا، يعني حتى من عدد المحاولات، من نسبة الأهداف المتوقعة، من الاستحواذ، من كل حاجة. لكن في الربع ساعة دي الأمور اختلفت تماما، وهي اللي ادتك الأدفانتج، وهي اللي خلتك النهاردة أنت اللي متسيد الجيم، وريحتك في باقي المباراة. حلتك حتى لو أنت مش مستحوذ، لو أنت ورا الكورة، لو أنت بتعملش محاولات كتير، خلاص أنت أصلا خلصت المباراة. بنتكلم ان مثلا من الدقيقة الربع الأول في الشوط الثاني، النادي الأهلي نسبة الاستحواذ بتاعته كانت 67%، يعني رقم كبير جدا، عكس مثلا الشوط الاول ما وصلتش اصلا. ده في بدايه الشوط الثاني، بنتكلم بس في الربع ساعه الاولى من الشوط الثاني كنت وصلت قربت لل 70% نسبه استحواذ، ودي حاجه من عادات النادي الاهلي. بنتكلم ان انت النهارده الفتره دي بس انت عملت محاولتين بشكل صحيح على المرمى، عملت محاولتين كانوا فوق ما بين، يعني فوق يعني مش بشكل صحيح، مش بين الثلاث خشبات زي ما بنقول، سجلت هدفين، عملت محاولة اتعمل لها بلوك دفاعي، عملت محاولة جت في العارضة. بص كم محاولة انت عملتها بس في الربع ساعة، كلها فرص محققة للتهديف. ده الكلام ده كانش موجود في الشوط الاول كله، في 45 دقيقة كاملة ما كانتش موجودة. اتكلم حتى فكرة استخلاص الكرة، زي ما نقول كده الفوز بالكرة، 16 مرة اعلى فترة للنادي الاهلي مقابل 11 مرة لسيراميكا. حتى خسارة الكرة هي كانت من اقل الفترات اللي النادي الاهلي خسر فيها الكوره، 6 مرات. يمكن الربع ساعه اللي بعديها خسرها بس 3 مرات، ولكن بنتكلم في الحته دي عشان احنا مركزين، دي سر التحول في النتيجه وفي الاداء وفي كل حاجه. حتى على صعيد بقى اجمالي المباراه، خلى الشكل العام لما تيجي كده تقول انت كسبان 5-2 النهارده، انت مثلا في الشوط الاول كانت نسبه اهدافك المتوقعه اقل من هدف، بس سجلت هدفين. ده ليه؟ لان في بنتكلم في الفاول، وبنتكلم في الهدف الاول اللي انت قطعت بيها الكوره وشطتها من خارج منطقه الجزاء. لكن الشوط الثاني اجمالا انت عملت تقريبا نسبه اهداف متوقعه اقتربت من 5 اهداف، فانت سجلت اللي انت عملته، فده حاجه ايجابيه. النهارده صناعه الفرص، الشوط الاول النادي الاهلي صنع فرصتين، او زي ما نقول كده خلق فرصتين، في الشوط الثاني وصلوا ل 12، يعني في 10 فرق انت عملتهم في الشوط الثاني عشان الاجمال بتاعك يبقى 12. حتى دقة التمرير هي طبعا كانت الشوط الاول 80%، الشوط الثاني 81%، لكن كعدد انت كان الشوط الاول في الميتينات، الشوط الثاني تضاعفت العدد ده، ان انت وصلت لفوق 400 تمريره. المحاولات على المرمى من 6 محاولات الشوط الاول، منهم 5 بشكل صحيح، عملت 16 محاوله، عدد كبير اجمالي، يعني انت في 10 محاولات زياده عملتهم في الشوط الثاني. كل ده حتى المراوغات، الترقيص، ان الدقه بتاعت 90%، لو بنتكلم 9 من 10 محاولات عملت 9 بشكل صحيح، ان انت تعدي 1 على 1. فكل الارقام دي الشوط، هنتكلم الشوط الاول ارقام كارثيه، الشوط الثاني كل التفوق ده لان انت ركزت فقط ربع ساعه ساهموا ان انت تخرج بالشكل الجميل ده 5-2. واعتقد الكابتن ناصر عباس هيبقى موجود هو اللي هيتكلم، ولكن انا عندي علامه استفهام على الجون الثاني اللي دخل في شباك النادي الاهلي، لازم نحلله ونتكلم عنه. ناصر عباس وهنحلل كل الحالات اللي